وقد نظمت الجالية المصرية بفرنسا وقفة ثمنوا فيها مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. وقال المشاركون في الوقفة إن الرئيس المصري عبر عن مشكلات القارة الإفريقية وطموحاتها خلال القمة. احنا فخورين طبعا بان هذا الحوار بيدار عن طريق رئيس مصري وزعيم افريقي بيدافع عن القاره الافريقيه وعن وضع القاره الافريقيه بالنسبه لموضوع المناخ، لان القاره الافريقيه تعتبر او الدول الفقيره بصفه عامه يعتبر هم المتضررين من المناخ بصفه عامه بسبب الاوضاع الاقتصاديه. النهارده بالنسبه لنا عيد، يعني مجرد ان سياده الرئيس، اذا كانت العالم كله فرنسا التاريخ بتاعها بيقول ان مصر الحضاره، مصر التاريخ ومصر كل حاجه، فاقل حاجه نعملها بحبنا في مصر وحبنا في رئيس مصر ان واقفه زي ديت. كنا نفسنا نعمل حاجات كتير قوي، بس هو طبعا زحمه اللقاءات، كان نفسنا نكون في كل مكان فيه الرئيس عشان نثبت للعالم كله والفرنسا ان احنا بلد واحد ورئيسنا احنا وراه واحنا بنحبه، ومصر دايما في تقدم ورخاء. احنا كلنا واقفين ورا دولتنا وورا رئيس الدوله وواثقين في الاجراءات اللي بتتم، وكلنا امل ان شاء الله ان يكون التغيير باذن الله للافضل، وزي ما وقفنا معاه بعد الثوره احنا واقفين معاه لسه ومكملين. عندنا راجل حافظ على امن بلده، امن وطنه، حافظ على شعبه، عمل حاجه ما تتعملش في الدنيا كلها في ظرف 8 سنوات. مصر الجديده فين العالم اللي عمل مصر الجديده؟ نشأ دوله من جديد، هو ده الزعيم اللي بيخاف على وطنه.